يمكن عندنا تجربة محتاجين ان احنا نسمعها معانا عبر زوم. استاذة سارة حجازي ولية امر دخلت مسألة التعليم عن بعد وخاضت التجربة دي مع ابنها. عايزين نسمع منك مدام سارة، الموضوع ابتدى معاك ازاي وايه الدوافع اللي خلتك تشتغلي اونلاين من البيت، وازاي بتنسقي ده مع وزارة التربية والتعليم علشان يكون التعليم ده يعني شهاداته معترف بيها. وكل سنة وحضرتك بخير قبل اي شيء. اهلا بيكم واهلا بحضراتك وضيوفك الكرام استاذه ياسمين، وكل سنه طيبين يا رب. انتوا كده سامعيني كويس؟ سامعين حضرتك، اتفضل. انا الحقيقه بدات التجربه دي مع ابني يحيى وهو عنده 5 سنين، ودلوقتي الحمد لله هو عنده 12 سنه. هنا في مصر عندنا عادي بسبب يعني الاعداد الكبيره قوي في المدارس، ففي ناس كتيره جدا بتسجل في مدارس عاديه خالص ومش بيدققوا على الحضور. يعني هو في مدارس عادي ممكن وبينجحوهم، يعني بيروح على الامتحانات وبينجحوهم يعني هو بيغيب طول السنة وبيمتحن وبيروح يمتحن وبينجح. بالظبط. التجربة الحقيقة بدأت معايا من حاجة غريبة جدا، ان انا كنت بشتغل في دولة خليجية يعني في الخليج، كنت بشتغل في شركة كبيرة، فالشركة كانت بتدفع مبلغ ضخم جدا للمدرسة، كنت مختارة له مدرسة يعني سموها الانترناشنال بس كانت على مستوى كمان عالي جدا. فالموضوع ابتدى معايا ان انا استغربت جدا كمية الحرية الرهيبة اللي مدينها للطفل في الحضانة، ان هو مفيش اصلا، مش عاملين لهم اصلا لا كراسي ولا دكك ولا نظام ولا اي حاجة، مخلين الطفل لوحده من هو عنده 3 سنين ونص يعتمد على نفسه في كل حاجة، هو اللي يحط كتبه فين، عارف هياكل ايه، عارف بيبص عن طريق الصور، حاطينه له في جنب، بيعمل كل حاجة. استغربت جدا، قلت الأطفال هتلعب طول الوقت. الحاجة الغريبة اللي لقيته، لا ده هو بعيق، ده هو يوم ما بعاقبه بقول له انا مش هوديك بكرة الحضانة، فلقيته بالعكس جدا مستمتع جدا شغوف جدا عايز يتعلم اكتر، يرجع يعمل يقول لي انا مش عارف، عايز اعرف دي طب او انت في اي البيت حاجة عنه. ازاي في التجربة دي وفرتي له اللي كان بيشوفه في المدرسة؟ انا مش فاهمة، هنا احنا ما بندي هو ايجابيات لبيئة المدرسة. بالظبط اللي حصل، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا استقلت من شغلي لظروف ما ورجعت مصر، وجيت بقى اقدم في مدارس، فطبعا الولد مصدوم مش عارف يعني هيدخل مدرسة ازاي او انا هدخل مدرسة ازاي. فرق فالحقيقة ان طبعا انا اتجهت المدارس انا الانترناشنال عن المدارس الحكومة، ده مفهوم. اه فانا انا بقى اللي اخدت التجربه دي على نفسي، ان انا بدات اعلمه تعليم حر، ان انا لقيت بقى ان في حاجات اسمها مساحات تعلم حر، المساحه دي بتوفر نفس الجو بسعر قليل جدا زي المدرسه بالظبط، وبس سايبين لهم الحريه التامه طول الوقت جوه المدرسه. فبدانا ان احنا نتعلم تعليم حر، بدانا ان احنا كمان ناخد سنه كامله اللي هي زي بيسموها بره جاب يير، ونسافر فيها يعني نسافر جوه مصر نشوف نتعلم من بيئات مختلفة، نحتك بناس، أخليه يعرف يتكلم مع ناس. معلش، فبدأنا نظام إن التعليم إحنا الحر اللي حضرتك واخداه ده يا استاذ ساره، عشان انا مش فاهمه قوي الموضوع، ده تابع لوزاره التربيه والتعليم ولا ده تابع لايه؟ يعني أنا بسجله عادي في وزارة التربية والتعليم طيب ما كل هو ده سنة. هنا اللي بيخليه يغيب عادي وما يبقاش عنده مشكله، عشان ده ما كانش واضح في ما البدايه. أيوه اتفضلي. عادي ما فيش مشكلة عنده في الغياب، وبآخر السنة بيروح على الامتحانات تمام. وخدت زي اولاد التجربة بقى كتيرة ان انتوا جدا. تسافروا جوه مصر وبيئة مختلفة، بيئة تعليمية مختلفة. المميزات اللي انت شايفة ان هو في السن ده اكتسبها من مسألة انه ما يروحش المدرسة التقليدية ايه؟ اهم حاجه اللي هي ان انا ما قتلتش عنده حاجه اسمها شغف التعلم، الطفل لقيت عنده شغف تعلم رهيب، هو اصلا اللي عايز يتعلم طول الوقت عمال يسالني مش عارف طب دي اعملها ازاي، طب دي ايه، ده عباره عن ايه، طول الوقت طول الوقت ان هو طول الوقت عايز يتعلم عايز يبحث. بس هنا حضرتك استاذه ساره بتقومي بدور المعلم، يعني لازم تكون الام متفرغه تماما للعمليه التعليميه. انا هسميها الميسر مش المعلم، انا بيسر العمليه التعليميه، انا مش ما عنديش انا الخبره التعليميه الكبيره جدا في كل حاجه، بس بعرف ان انا ابحث معاه ادور معاه. ومعلش انا اسفه، طب ما هي الام اصلا لوحدها في مصر هنا لو رفعت ايديها عن العمليه التعليميه الولاد مش هتتعلم، هي اللي بتدي دروس، هي اللي بتودي، هي اللي بتجيب، هي اللي بتعمل كل حاجه.
يعني انا في الاخر، انا بدل ما انا اوديه دروس واعمل زي العمليه التقليديه اللي بتحصل في مصر، انا خليته لا، ان هو افتح له الحريه كبيره جدا جدا لدرجه ان هو ما يفقدش شغفه للتعلم، طب ممكن اسيبه هو تطمنيني على على التعلم. نتائج التعلم ده؟ يعني شفتي ايه النتائج عاملة ازاي في النهاية يعني؟ الحقيقة هقول لك بقى عن النتائج الحقيقية بعيدا عن الدرجات. الولد الحمد لله لا، عنده ما هو ثقة التعليم بنفسه مش كبيرة، درجات بس. أيوة عنده ثقة بنفسه كبيرة جدا، بيعرف يحتك بأي ثقافة مختلفة، بيعرف يتكلم كويس جدا إنجليزي مع أي حد، بيعرف كتابة وقراءة، بيعرف إن هو كمان عنده حاجات وإنجازات تانية يقدر يعملها، يعني وما مسابقات دورية فكرتيش خالص يا بيدخل سارة ان انت وبيفوز وبياخد ترجعيه نتائج. مدرسة عادي يعني بعد التجربة دي؟ انت ناوية تكملي كده للجامعة؟ هو طلب مرة إن هو عايز يروح مدرسة، هو تفتكري ليه؟ متصور إن المدرسة علشان مفتقد، عايز يشوف المبنى الضخم ده بيعمله جواه إيه. وحقيقي احنا جربت، وبناء على طلبه انا دخلت وقدمت له، الولد انصدم من الموضوع، قال لي ده بيقعدونا في دكك قد كده طول الوقت، انا قاعد كده وواحده ورا واحده ورا واحده، مدرسه ورا مدرسه بتدخل وعماله تتكلم، مش سايباني حتى اسال سؤال، مش سايباني ان انا اتكلم، مش سايباني ان انا اعبر عن رايي. فهو كواحد كان خاض تجربه تعليميه حره، عنده بيعرف يعبر عن رأيه وعايز يسأل سؤال بيلاقي اللي يجاوب عليه، بيبحث بيدور، لأن هو محطوط في حاجة بيقول لي أنا مش عارفة أركز. تعليم عن بعد، انت مستمرة في ده؟ الحمد لله جدا، يعني الحمد لله هو عامل نتائج كويسة، بيعتمد على نفسه. أنا عنده حاليا صحاب دلوقتي، يا هو سارة؟ الحمد لله دلوقتي طبعا عنده صحاب كتير جدا، والحمد يعني لله حياته بيعرف يعمل الاجتماعية ما علاقات تأثرتش كويسة بمسألة جدا. انه ما بيروحش المدرسة؟ لا بالعكس، ده هو العلاقات الاجتماعية دي مهمة جدا، ودي أهم حاجة في الموضوع، إن هو يقدر يبني علاقات اجتماعية كويسة أنا بشكرك صحية. شكرا جزيلا مدام سارة حجازي، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا وطبعا لك. تجربة يعني جديدة بالنسبة لنا كلنا، عشان كده كنت بسألك الأسئلة دي، لأنه أكيد أي ولي أمر بيسمعنا هيبقى ده الولايات العربية اللي تطرقت في لموضوع دماغه. مهم.